الصوفي فرقة النجاح بقيادة حاتم الفرشيشي. مازال باش نتواصل معكم في إطار جو رمضان. شيف مؤمن مرحبا بيك. شنو أحوالك؟ الحمد لله كل عام وأنت حي بخير. يعيشك. اليوم ليلة 27 لازمنا نحتفلوا أكيد. وإن شاء الله يعاود ينعاد عليكم خير كما يقولوا رمضان الجاي. هذه لبنانية ينعاد عليكم خير. إن شاء الله رمضان يكون كان خفيف علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. باش نتواصلوا معاكم بدبارة اليوم. اليوم ليلة 27 والكسكسي موجود. لازم يكون موجود. كسكسي بطبيعته موجود بامتياز هذاك ما يغيبش على طعام. باش نزيدوا مع شوربه وشنو اخر وبريك. دونك نرجعوا للبريك، احنا ما عملناش بريك براتيكمون في لي روسيت نتاعنا في رمضان الكل في جو رمضان. ماهوش ما تغشش علينا مريم. لا اليوم بيرمي توت بيرمي. اليوم بيرمي. خلينا نبداو بالوصفه نتاعنا، والوصفه الاولانيه هي حسب ما نشوف شوربه لسان عصفور بالكروفيت. بالكروفيت. اي. عندنا شوية طماطم، شوية سنيريا، كلافس، بصل، الكروفيت، وشربة لسان عصفور. بالطبيعة نجمو نعملوها الأكثرية نعملوها زعرة ولا نجمو نعملوها حمراء يعني. كما قاعدين نشاهدوا على الشاشة، دونك شربة لسان عصفور بالكروفيت، عندنا طماطم، السفنيريا، البصل والسلق، الكلافس. أنا راهو عندي مشكلة كبيرة بين الكلافس والسلق، ما نفرقش بيناتهم. كي نمشي للخضار نقول له اعطيني نتاع الشربة. هذايا الطبق الأولاني شربة لسان عصفور بالكروفيت. نتعداو للطبق الثاني واللي هو بريك. شايف بريك بالطبيعة كما قلنا احنا ما عملناش برشا بريك في رمضان السنة، مي تبقى ليلة 27 لازمنا نبدلوا شوية. يلزم الحاجة تراديسيونيل ما بين شربة وبريك وكسكسي. بريك اليوم باش يكون باللحم مفروم، باش يكون بريك بالتن، بالجبن، كما شاهدوا مقادير على الشاشة. تلقاو معها ديما شوية خضرة بالطبيعة باش نزينوا الصحن نتاعنا. وما ننساوش المعدنوس، وباش نقفلوا البريك بالاصفر تاعهم. باهي باش نعملوا بريك سويبه ولا باش نعملوا بريكه كامله؟ لا بريك سويبه وبريك مثلثات. باهي فيما يخص البريك السويبه والا سورتو بريك السويبه والمثلثات، العظام لازمنا نحطوا عظام ني وعظام طايب والا نجموا نعملوا هكا ولا ما نجموش؟ بالنسبه لي انا ما ننصحش نحطوا عظام ني. خاطر من بعد يتشتش في وسط الزيت وينجم تفلق البريك. فما روسيت اخرى لنا ناخذوا نص نتوع العظام نطيبوه كومبليتمون. ولليزون هاكا نزيدوا شويه قوطة مثال ولا تن ولا جبن. ولا كريم فريش. كريم فريش. مش قدام مريم. اي مش قدام مريم. باهي كريم فريش نعمل ليزون زعما هاكا. نتعداو للطبق الثاني واللي هو الكسكسي بالعلوش. الكسكسي نتاعنا بالعلوش كالعادة مشكل بالخضرة، شوية طماطم معجونة، شوية طماطم فريشكة طحيناها، حمص، قرع أخضر، سفنيريا، بطاطا، بصل، وقرين فلفل ديما مقلي هذاك. هذا شنو هذا البن معناتها؟ هذاك البن هذاك. كسكسي بالعلوش. مادام الليل 27 نسيدوه البن. جي قد يقعد لنا كان ديسير. اي الديسير. بالنسبة للديسير باش تكون حاجة خفيفة، ماك تعرف قريب باش يجي علينا العيد، ماذا بينا نوريو السادة المشاهدين لي زاستيوس اللي نجموا يعاونوهم في بلاصة الباتسيري تونيزيان. اللي هو مثال باش نعملوا اليوم سابلي بال سامبل، باش نزيدوه المعجون نتاع الفريز. ونجموا نزيدوه أي حاجة أخرى مع السابلي. عادة يجي بالمعجون يبدا فيه شوية القروسية كيما الابريكو اللي هو كيما الابريكو، والا زاد الفخاز زاد فيه القروسية. اما عادة السفرجل والكرموس وكل ما يجيوش بالكدا في السابلي. ما يجيوش بالكدا في السابلي. علاش ما يجيوش بالكدا؟ كيما قلت انت خاطر الكونسيستونس نتاعهم مش كيما الابريكو ولا الفريز. هذاك علاش نحفظوهم هما خير. والسابلي الاوريجينال بالابريكو بالابريكو بالمشماش. لازمك ما تعمل قروسية شويه في هي ما حطينا احنا بالنسبه للابريكو خديناها سو فورم دو ناباج. دونك لازم تكون بريزون الابريكو موجود سو فورم دو ناباج، هذاك باش نزينوا به من فوق. يعطيك الصحة شيخ، هذا المنيو نتاع اليوم. اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد، على خاطر توا وقيت باش يكون عندكم موعد مع محمد علي تبان اللي يجيكم كل يوم في جو رمضان. محمد علي تبان يعطيكم بعض التمارين الرياضية اللي يخليكم ديما تقعدوا في رشاقة بدنية.
السوفي يعطيكم الصحة. مازلنا متواصلين معاكم بقيادة الشيخ حاتم الفرشيشي المنشد اللي شوية آخر باش يمشي حذاهم في السالون باش نحكيو بأكثر تفاصيل، خاصة أنه اليوم باش يقدموا عرض في القيروان. أكثر تفاصيل تعرفوها شوية آخر بعد ما نحكي وندرشوا شوية مع شيف مؤمن. بكري ما جبتلكش مريم لكن جيتك أنا. وين وصلنا؟ قبل كل شيء فما بعض الملاحظات، خاطر أنت قاعد تخدم وأنا قاعدة نلاحظها بالنسبة للشربة اليوم أنا هو أنفع ويمكن أذكى حتى من ناحية الطعمة. الكروفيت نطيبوها كاملة وإلا نقشروها؟ طيبوها كاملة بالراس نتاعها زادة؟ بالراس نتاعها، هي ديجا القوة الكل نتاع الكروفيت في موجودة في الراس نتاعها. دونك نطيبوا الكروفيت كاملة، والبخي اللي كيفينا ما يحبش يقشر الكروفيت لازم شكون بجنبه يقشر له؟ عيط لي تو نجي نقشر لك. يعطيك الصحة يعيشك. هذا فيما يخص الجيري. بعد عنا كسكسي بالحم علوش وبالخضره كسوكسو. كسوكسو اي كسوكسو المغاربه يقولوا له المغاربه اي. الكسكسي شفتك زاده وانت تحضر في المقفول، صبيت ماء سخون على المقفول، علاش؟ لا هذاك جوست باش تبدا فما هوميديتي ويتيب فيس على الفابور وكهو جوست على الفابور. باهي شنو هي اخر؟ البريك براتيكمون حضر حضر، مازال مش حطوه في الفور البريك. فيما يخص ورقة البريك دهنتها بالزبدة شيف؟ دهنتها بالزبدة، نجمو كيف كيف زبدة ولا زيت. هنا خلطنا ميلونج عملنا بالزبدة ومن بعد حطوها في الفور تيب في بلاصة ما نقليوها بالزيت. باش تجي الورقة كروستيونت كيما السمسة. كيما السمسة بالضبط. كيما السمسة. السمسة ذهبية. وأنت قاعد توا تحضرنا في الديكوراسيون تاع الصحن هذايا تاع البريك مش هكا؟ إي. يعطيك الصحة، تناسق في الألوان، واليوم اكتشفت اللي البرتقال يمشي مع البنفسجي. باهي باش نمشيو بهذا الفرقة نتاعنا، باش نمشيو بهذا الشيخ حاتم الفرشيش اللي هو منشد ورئيس فرقة النجاح للإنشاد الصوفي، نمشيو حداه في استوديو. شايف نرجع لك شوية آخر. داكور. طيب اذا شربت لسان عصفور بالكروفيت عندنا البريوات هكا اي البريوات اللي صفور نتاع مثلث كيما مثلث وزاده كيف كيف سويبع لدوات فاطمه سويبع فاطمه عندنا عملنا باللحم مفروم وعملنا زاده بالتون عندنا كسكسي باللحم علوش والخضره وعندنا السابلي بالكولي دو فريز كونفيتور دو فريز كونفيتور دو فريز. يعطيك الصحه شيف. يعيشك. مشكور بطبيعة، مشكور كامل مشينا بركة زادة كامل الفريق التقني اللي أمن الحصة دي وانت زادة يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة الناس الكل يتابعتونا في جو رمضان. هكا نخلطوا النهاية موعدنا، زين نذكر اللي اليوم ليلة 27 اليوم برشا فرح باش تدخل لديارنا، نحن على خطة ثابتة في العيد وإن شاء الله العيد يتعدى في أحسن صورة والفرحة تدخل لديار التوانسة الكل والمسلمين الكل. اليوم يمكن برشا عبيد باش تجيب الموسم، واليوم برشا ديفيونساي باش يصيروا وبرشا فرحة باش تدخل للعائلات التونسية إن شاء الله. ديما فرحانين. تحية للاستاف تكنيك اللي أمن هذا المباشر. الختام باش يكون مع فرقة النجاح للإنشاد الصوفي مع المنشد والشيخ حاتم الفرشيشي. ما بقى لنا كي نقول لكم شهية طيبة الناس الكل وشهية طيبة الناس الكل. بسلامة. البرمجة متواصلة على قناة حنا بعل. بسلامة.